السلام عليكم. اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق بالحديث عن وفاة مهندسة تدعى رازقة باشا وتبلغ من العمر 39 سنة. كانت أم لبنتين وتعمل مهندسة معمارية في عين الدفلة. وقالت بعض المصادر المقربة من الضحية على الفيسبوك أن زوجها كان يعاملها معاملة سيئة لمدة طويلة حتى يوم 7 نوفمبر أين قام بضربها بمطرقة على الرأس حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. كما أن بنات الضحية وعائلتها هم الآن تحت الصدمة، كما وتم توقيف الزوج الجاني من طرف الأمن ويجري التحقيق معه في انتظار تقديمها أمام العدالة. وتشير الإحصائيات إلى أن الضحية رزيقة هي المرأة 16 والتي قام زوجها بإنهاء حياتها منذ بداية السنة، وأغلبيتهن كانوا يلقون معاملة سيئة من أزواجهم.